ذكرك طيب والله. شكرا. لك روز رايز. وش هذا الشيك؟ لك روز رايز. تستاهل ابو قحط. انا انت وانت انا. كفو يا سعود. ابا عينك تستاهل هذا لو اني انا وانت. شيل والله بالسعد. لك روز رايز اجل امشي. شيل والله بالسعد والله. لك روز رايز والله. تستاهل والله. تستاهل اشهد بالله انك تستاهل. انت سعود القحطاني؟ إيه؟ الله يخليك الله يخليك لامك بس واو انك اصلا اجود يجعل ابوك الجنب الله يخليك الخالتي يا سعود لب عينك تدري شلون لك بيت دبلوكس 250 يستاهل لا يا ابوي لك قصر يا ابوي وش اللي جنبك لا وش اللي 250 لا انا راضي والله العظيم لو تعطيني اياه في عرقه ما عندي مشكله ابد ابشر من الثنتين خلاص علشان ما ضايقك عطني اياه في نمار يلا قول يا ولك واحدة من المزارع يلا ها عشان ما تقول ما 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 يسوي يلا ابشر يمين بالله تعطي المزرعة يمين بالله شو اسمعني اقول لك شيء يمين بالله شوف يمين بالله شوف انا قول لي انا ما قلتها شوف انا اقولها لك وانا عند ثلاجة مطبخنا يمين بالله شوف الشهود علي اللبان والسمن حق امي ما شاء الله سلم على حتى جناوة شوف هذا ذبيحة ابو ذبيحة اسمعني ما تدري عن سالفة الذبيحة يا سعود خليني بقول لك اسمعني شوف لو تعطيني مزرعة يمين بالله لادعي لك ليل ونهار وش هي؟ لو تعطيني مزرعة صدقية مو يعني وهمية انا قلت لك مزرعة وبيت والروز وش اللون الروز؟ ثلاثة فواحل وش تبي بس لون الروز؟ الخارجي والداخلي اختار شكله سجن ده وش اللي داخلي وهذه اسمعني تدري شلون اسمعني تعال اقول لك شيء ما ابغى ذي اسمعني ما ابغى سياره يا الله تدري والله واحد قد اعطاني شيء مثل ذا الله حسبي الله عليه الله لا الله يرحمه الله يهدي واحد من الناس والله ما واحد اعطاك روز رايز تتحسب لا لا ما هو الا تعطاني روز رايز بقول لك سالفته هذا واحد من الناس رجال الله معطيه